السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين في نشرة المنتصف وإلى العناوين. وزير دفاع الكيان الصهيوني يحل بالمغرب في أول زيارة من نوعها. بدء المحادثات بين مدير وكالة الطاقة الذرية ومسؤولين في طهران لإنقاذ الاتفاق النووي. صندوق النقد الدولي يهنئ الجزائر بخصوص إنعاش النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات. أهلا بكم إلى التفاصيل. يصل وزير دفاع الكيان الصهيوني بيني غانتس اليوم الثلاثاء إلى المغرب بهدف تقوية التعاون الأمني بين البلدين بعد عام على تطبيع علاقتهما في زيارة هي الأولى من نوعها. وسبقا استقبل المغرب مستشار الأمن الإسرائيلي ووزير الخارجية الدولة العبرية منذ تطبيع العلاقات بين الجانبين، لكنها المرة الأولى التي يقوم فيها وزير الدفاع الصهيوني بزيارة رسمية إلى المملكة. وينطلق غانتس مساء اليوم من تل أبيب باتجاه المغرب، حيث يرتقب أن يوقع اتفاق يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين البلدين بحسب ما أفاد به مكتبه على أن يغادر المملكة الخميس. للإضاءة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث الاستراتيجي الموريتاني عبد الله ولدبونة. أهلا بك أستاذ. الله يحييكم. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ. بداية، أي قراءة لزيارة وزير الدفاع الكيان الصهيوني إلى المغرب اليوم؟ في الحقيقة القراءة لزيارة وزير الدفاع الصهيوني للمغرب لا يمكن أن نفصلها عن كثير من الزيارات الرسمية والسرية والعلاقة الحميمة ما بين تل أبيب والرباط. هذه العلاقة التي تأسست على العداء للأمتين العربية والإسلامية، فالرباط تاريخها مشهود بالمؤامرة على الأمة والمؤامرة على القدس من خلال الشراكة في لجان عديدة أنشئت باسم القدس وباسم القضية الفلسطينية. لكن الزيارة اليوم لها خطورة واضحة، وهي استهداف مباشر للعمق العروبي والعمق الإسلامي والعمق الحيوي للأمة في المغرب العربي، استهداف الجزائر العظيمة التي شهد لها القاصي والداني أنها الرافعة الحقيقية لقضايا الأمة بما في ذلك القضية المركزية القضية الفلسطينية. والجزائر هي قلعة الصمود الراسخة أمام كل المؤامرات على الأمة، ولذلك جاء وزير الدفاع الصهيوني في تحدي سافر لمشاعرنا في المغرب العربي وللأمة لإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه. فالعرش الفرنكفوني الفرنسي، وأنا أسميه العرش الفرنسي لأنه أصلا أنشئ برعاية فرنسية لرعاية المصالح الآخر في المنطقة، هذا العرش يعيش في فترة من أسوأ فتراته بلا مصداقية في الداخل المغربي، وعاجز عن جسر الهوة ما بينه مع الجوار الأوروبي والجوار الإقليمي الشقيق الجزائر والشعب الصحراوي وموريتانيا. ولذلك الجماعة في الرباط يبحثون عن قشة لإنقاذهم وهي لن تنقذهم. الله يحييكم. نعم، الزيارة تأتي في وضع مغاربي يميزه عودة الكفاح المسلح بين الجيشين الصحراوي والمغربي، ماذا عن التأثيرات المحتملة بخصوص ذلك؟ حقيقة لا يمكن أن يكون هناك جديد في قصة التحالف المغربي الصهيوني فيما يتعلق بمواجهة حرب التحرير الصحراوية. فإسرائيل بين المزدوجتين كانت في الخندق الصحراوي، وواشنطن كانت في الخندق الصحراوي،
وإفريقيا وجنوب إفريقيا العنصرية سابقا كانت في الخندق الصحراوي. الشعب الصحراوي سبق أن هزم كل التحالفات المعادية لتقرير مصيره. الشعب الصحراوي والصحراء الغربية وفشل في ذلك. ما الذي ستضيفه إسرائيل من جديد؟ لا شيء حقيقة. لا يمكن لهذه اللعبة الدعائية أن تغير الموازين الحقيقية على الأرض. فالمغرب بدأ عاجزا تماما عن الدفاع عن جداره الدفاعي بين الزوجتين 2750 كيلومتر عجز عنها. الشعب المغربي لم يعد يؤمن بهذه القضية. لا يوجد جندي واحد مغربي مقتنع أنه يستحق أن يضحي بحياته من أجل أحلام التوسع. وآخر يعني وآخر آخر تصرفات الساذجة العرش الفرنسي هذا في الرباط هو استفزاز الجزائر العظيمة، الجزائر اللي حلمت وصبرت وتحملت أذية الرباط طيلة عقود. المغرب خسرها ببساطة، ويريد أن يعوض الجوار الاستراتيجي للمغرب بجوار آخر توسعي يتقاطع مع المغرب في أشياء كثيرة. فالمغرب يتحدث عن حدوده الحقة في دستوره، ويتكلم عن خريطة تبتلع نصف الشمال الإفريقي، كما أن الصهاينة عندهم نفس المشروع. حقيقة بني غانتس والدعاية المغربية للصناعات الإسرائيلية هذه دعاية بروباغندا لا تفي شيء. المقاتل الصحراوي أثبت حضوره على الساحة. أنا شخصيا شرفني 2008 زرت معرض الغنائم الصحراوية. نعم، الكاتب والباحث الاستراتيجي. كل الأسلحة اللي ضخوها للمغرب، والمغرب دولة لا تستطيع أن تمول لا حرب ولا سلام. دولة مديونة، جبهة داخلية مفككة، يعتمد على الدعاية الكاذبة والنفخ في مثل هذه المواقف المخزية. التطبيع مع عدو يغتصب فلسطين، يغتصب القدس، هذا لن يجدي المغرب شيء. الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه. طيب. وسيثبت كما أثبت أنه أكبر وأقوى من قوة التوسع المغربية. طيب، الكاتب والباحث الاستراتيجي الموريتاني عبد الله والبونا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، الله يحييكم. يا أهلا. استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره المغربي ناصر بورويطة بواشنطن في أول لقاء رسمي بين الطرفين منذ تولي الرئيس بايدن السلطة. ولمح بورويطة خلال اللقاء إلى ضرورة التعاون العسكري بين الطرفين، لافتا إلى أن العلاقات بين الدولتين ستكون أقوى بشكل متزايد وفقا لرؤية عبر عنها الملك محمد السادس بحسبه. مناورات يقوم بها نظام المخزن منذ وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى سدة الحكم للتقرب من الإدارة الأمريكية الجديدة بغية التأثير عليها ودفعها للاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية بعد تجميدها لقرار ترامب. وزير الخارجية المغربي ناصر بورويطة قال لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكين خلال لقاء جمعهما في واشنطن إن العلاقات بين الدولتين ستكون أقوى. زيارة بورويطة للولايات المتحدة تأتي في وقت تسعى فيه واشنطن للتركيز بقوة على دعم جهود المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا للمضي إلى الأمام وإيجاد حل للقضية الصحراوية بإجراء استفتاء تقرير المصير. التطورات الأخيرة تأتي في وقت يستعد فيه المخزن لاستقبال وزير الدفاع الصهيوني الذي من المقرر أن يصل اليوم إلى المغرب بحسب ما أعلنت عنه الرباط في إطار التحالف المغربي الصهيوني ضد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وصلت بعثة من صحفيين ومدونين مغاربة إلى إسرائيل في إطار مبادرة لوزارة الخارجية الاحتلال الإسرائيلي. ولفتت صحيفة إسرائيل يوم بأن المؤثرين المغاربة سيتجولون في إسرائيل ويوصون الزوار المحتملين من المغرب بالمجيء والتجول في البلاد، مضيفة أن الزيارة تستغرق 5 أيام سيزورون خلالها مدينة القدس ومدنا أخرى. وسيجتمع أعضاء البعثة مع وزير الخارجية الاحتلال الصهيوني فيما سيمكثون في فندق بمدينة القدس المحتلة جهز لهم استقبالا خاصا بحسب الجريدة.
هزت انفجارات عنيفة في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي إثر غارات عنيفة للتحالف الذي تقوده السعودية. وأعلن التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في صنعاء، ودعا المدنيين إلى عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة. وقال التحالف إن العملية التي تتزامن مع تصعيد عسكري واسع في مأرب والساحل الغربي تتوافق مع القانون الدولي الإنساني. بدأ البرلمان الأردني الاثنين مداولاته بشأن إصلاحات دستورية مقترحة، يقول مسؤولون إنها تندرج في إطار حملة لتحقيق إصلاحات سياسية منتظرة منذ فترة طويلة. وصاغت لجنة ملكية المقترحات لمحاولة تحديث النظام السياسي في البلاد وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخاب. وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصونة إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية بدلاً من رئيس وزراء يختاره الملك، مضيفاً أن الهدف هو الوصول إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبية حزبية. وقع في معرض إكسبو 2020 دبي الاثنين إعلان نوايا عام بين الأردن والإمارات والاحتلال الإسرائيلي للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه. قبله رفض شعبي وبرلماني داخل الأردن. رفض شعبي وبرلماني أردني لمقايضة الماء بالكهرباء. اتفاقية رباعية تجمع الأردن والكيان الصهيوني والإمارات برعاية أمريكية جمعت بين الأطراف في معرض إكسبو دبي 2020. اتفاقية تنص على بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح الاحتلال الإسرائيلي، مقابل إنشاء محطة لتحلية المياه مخصصة للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط. الاتفاقية اعتبرها الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري الأردنية عمر سلامة مجرد إعلان نوايا، متحججاً في الوقت ذاته بأن فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه التي تتزايد بفعل نمو عدد السكان وتزايد الاعتماد عليها في جل القطاعات، وإلى محدودية الدعم الخارجي للأردن وتحمل البلاد أعباء اللجوء والزيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة. بناء محطة طاقة شمسية في جنوب الأردن لتغذية الجانب الإسرائيلي بالكهرباء، مقابل إقامة محطة لتحلية المياه على شواطئ مدينة حيفا لتزويد الأردن بالمياه المحلاة، خطوة من شأنها برأي خبراء أن تخرج أمن قطاعي الطاقة والماء من يد الأردن لصالح الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي وجود خطر كبير يلتف على المملكة. احتياجات الأردن من الطاقة والماء ولجوءها إلى إعلان نوايا الاتفاقية مع الإسرائيليين برعاية أمريكية، وإن كان بدافع الحاجة فإن ما يتضمنه على المدى البعيد يهدد سلامة الأردن بأكمله بأن يكون راضخاً للكيان الصهيوني الذي بات يسيطر على المصادر الحيوية في المنطقة العربية. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ أحمد الياسري الباحث في الشؤون الشرق الأوسط ورئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ، أي قراءة تقدمونها للاتفاقية الرباعية؟ تحية لحضرتك وتحية لجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. هذه الاتفاقية الحقيقة هي كان من المفترض أن تجرى قبل 6 أشهر، يعني 6 أشهر من المباحثات السرية التي كان أيضا من المفترض أن توقع بقمة المناخ التي عقدت في اسكتلندا، ولكن الطرف الإسرائيلي أجل التوقيع على هذه الاتفاقية بسبب النقاشات الحاصلة في الداخل الإسرائيلي حول موضوع الميزانية لحكومة نفتالي بنت. فلذلك أنا أعتقد هي نوع من أنواع التطبيع الاقتصادي الذي
يعني تحقق في عهد ترامب. يعني هذه فكرة ترامب وجون كيري الذي هو المبعوث الأمريكي لقضايا المناخ، هو الذي يشرف على هذه الاتفاقية، الاتفاق المحطة الطاقة في الأردن ستكون لتمويل إماراتي طبعا، وبالمقابل الأردن سيتم نصب محطة تحلية مياه على الساحل الإسرائيلي. يعني حضرتك تعرفين أنه الأردن يعني المنطقة الجنوبية المطلة على ساحل بعيدة نائية، فلذلك يعتبر الساحل الإسرائيلي أقرب. هذه التفصيل أنا أعتقد أنه إسرائيل استطاعت أن تخترق المنظومة العربية عبر مشاريع استثمارية، ولكن التطبيع الاقتصادي مع الدول العربية شاهدنا هذا حصل مع مصر بقضية الغاز، لكن لم يصل إلى مستوى التطبيع الثقافي يعني أو المجتمعي. فلذلك أنا أعتقد هذه يعني محاولة يعني الدول العربية الذهاب باتجاه تصفير موضوع الصراع العربي الإسرائيلي واستبدال الصراع الإيراني الإسرائيلي. هذا ليس حلا، بالنتيجة الشعوب العربية سيكون لها قول يعني. نعم نعم أستاذ، ولكن ما الذي يجنيه الأردن من هذه الاتفاقية؟ الأردن الحقيقة يعني هذه الاتفاقية ليست محفزة إلا ب يعني أنه 180 مليون دولار هي من المفترض أن تدفعها إسرائيل سنويا، مناصفة بين الأردن وشركة إماراتية طبعا لأجل محطة الطاقة الشمسية التي ستبنى في الصحراء الأردنية. وهذا مبلغ الحقيقة ليس كبير، ولكن الأردن يحتاج، عنده مشكلة بالمياه ويحتاج إلى المياه. أنا أعتقد أنه يعني الأردن ذهب بهذا الاتجاه يعطي رسائل يعني إلى إدارة بايدن بأن يعني الاقتراب من الجانب الأمريكي من جهة، والتحسن الذي طرأ على العلاقة الإسرائيلية الأردنية بعد ذهاب نتنياهو. يعني في فترة نتنياهو كانت الأمور متأزمة جدا مع الأردن، وكان الأردن يعني لديه موقف متشنج حتى من الدول العربية التي ذهبت باتجاه التطبيع. ولكن أقول لحضرتك وأقول للجمهور العربي أن هذا التطبيع هو مجرد تطبيع اقتصادي، يعني لم يصل إلى مرحلة التطبيع الثقافي والمجتمعي. لأن نعم أي مشكلة في العالم لو سمحتيني لا يمكن تصفيرها دون أن يحصل تطبيع ثقافي أو اجتماعي. أما القضايا الاقتصادية فلا أعتقد أنها يعني ممكن أن تحقق مكاسب. رجاء أستاذ في سؤال، هناك سؤال آخر، هل لها تأثيرات على مستقبل الأردن؟ أنا أعتقد أنه جائحة كورونا والتفاصيل التي طرأت مؤخرا على الأردن والانقسامات الداخلية التي حصلت في يعني النخب الأردنية الحاكمة، أعتقد يعني جعلت القرار الأردني ليس قرارا محوريا. يعني الأردن بدأ يحاول الاتكاء على الجانب الأمريكي، ومن خلال يعني تقريب وجهات النظر عبر مشاريع كمشاريع الطاقة مع إسرائيل. يعني حضرتك تعرفين في الشرق الأوسط البوابة الأمريكية يعني هي من إسرائيل. الكل الذي يريد أن يضبط إيقاع علاقاته مع أمريكا عليه أن يذهب عن الطريق الإسرائيلي، لأن أمريكا راعية لهذا الموضوع. يعني أمريكا تقرب الجهات أو الدول العربية التي تذهب باتجاه تصفير صراعاتها مع إسرائيل. فهذه إشكالية الحقيقة تجد الأردن نفسها بينك يعني فكي كماشة، اندفاعات داخلية، أزمة اقتصادية منبعثة من تأثيرات قضية كورونا، إضافة إلى المحيط يعني الأزمة السورية، الأزمة العراقية، يعني كل هذه التفاصيل تلقي بظلالها على الأردن. ولذلك أنا أعتقد، ولكن هذا المشروع أنا كما قلت هو بوابة لترطيب العلاقة مع أمريكا، ولا أعتقد أنه يعني سيدفع الأردن إلى مزيد من التقارب مع إسرائيل. يعني لا أعتقد أنه ستذهب الأردن باتجاه التطبيع الكامل، لا أعتقد. نعم. الأستاذ أحمد الياسري، الباحث في شؤون الشرق الأوسط ورئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك.
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكين أبلغ قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين الاثنين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم الديمقراطي قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة. في ظل التوترات والتطورات المتسارعة في السودان، تحاول الوساطات المختلفة أن تلعب دوراً فاعلاً لرأب الصدع بين المكونين العسكري والمدني، وهو الهدف ذاته الذي حاولت واشنطن تحقيقه ودعت بصفة عاجلة إلى إجراء المزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية نحو الوصول إلى الديمقراطية في السودان بقيادة مدنية. الوزير أنتوني بلينكين أبلغ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإعادة حمدوك إلى منصبه ليس سوى خطوة أولى مهمة في العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، وواشنطن متفائلة بهذه الخطوة. نيت برايس أكد في بيان له دعوة واشنطن لاحترام الاحتجاجات السلمية في السودان، وشدد على ضرورة رفع حالة الطوارئ بصفة عاجلة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مشيراً أن بلاده تريد أن ترى تقدماً أكبر في السودان قبل استئناف منح المساعدات المالية التي جرى تعليقها مؤخراً بعد إجراءات الجيش. من أجل استعادة ثقة الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية، يجب الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السياسيين والضغط قصد الرفع الفوري لحالة الطوارئ وإنشاء مجلس تشريعي وإعادة هيكلة القضاء وتأسيس هيئات انتخابية في السودان. وخلف توقيع قائد الجيش السوداني ورئيس الوزراء اتفاقاً يقضي بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة والمحافظة على الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين، ترحيباً أممياً ودولياً بهذه الخطوة كدفع جديد للمسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار بالخرطوم للحفاظ على مكتسباته السياسية والاقتصادية. أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أنه سيتوجه اليوم إلى الجبهة لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمردين في وقت تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من العاصمة أديس أبابا. وقال رئيس الوزراء في بيان نشره على حسابه في موقع تويتر مخاطباً أنصاره: دافعوا عن البلد اليوم، لاقونا في الجبهة. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه جبهة تحرير تيغراي مواصلة تقدمها باتجاه أديس أبابا. إلى جبهات القتال ضد جبهة تيغراي ينضم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لقيادة جنوده الذين يقاتلون المتمردين والإطاحة بسلطات الإقليم المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، بعدما اتهم رئيس الوزراء قوات الإقليم بمهاجمة مراكز للجيش في وقت تقترب فيه المعارك أكثر فأكثر من أديس أبابا. وسائل إعلام إثيوبية رجحت سقوط مدينة دبر برهان التي تبعد عن العاصمة بنحو 130 كيلومتر أمام قوات جبهة تحرير تيغراي خلال الساعات المقبلة، فيما قالت السلطات إن ما يعلنه المتمردون من تقدم عسكري وتهديد وشيك لأديس أبابا مبالغ فيه. ووصل عدد الجماعات المتحالفة ضد قوات الحكومة إلى 90، كلها تهدف إلى وقف أبي أحمد الذي دعا سكان أديس أبابا لتنظيم صفوفهم والاستعداد للدفاع عن مدينتهم في ظل تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة. ويبذل المبعوث الأمريكي إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان ونظيره الإفريقي الرئيس النيجيري السابق أوباسانجو جهوداً حثيثة في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيقاف الحرب التي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص. بدأ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي محادثات في إيران اليوم قبل أسبوع من استئناف المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة إرنا الرسمية أن غروسي بدأ بعد يوم من وصوله إلى طهران محادثات مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي،
ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق للمرة الأولى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان المسؤول عن الملف النووي في الحكومة الإيرانية الجديدة، وتأتي المحادثات قبيل استئناف المفاوضات المقررة الاثنين المقبل بين طهران والقوى الكبرى بهدف إنقاذ اتفاق العام 2015 الذي أتاح رفع الكثير من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. حول الموضوع ينضم إلينا من طهران عبر سكايب الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور أحمد مهدي. أهلا بك أستاذ. أهلا ومرحبا بكم، شكرا على الاستضافة، أحييك وأحيي الزملاء في قناة الجزائر الدولية والمشاهدين الكرام. نعم، ما هي مؤاخذات الجانب الإيراني على الاتفاق؟ نعم، ينبغي التنويه إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها أو يقوم بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي تأتي في الحقيقة في سياق مساعي وجهود الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على طهران قبيل أو عشية انعقاد الجولة السابعة من المفاوضات النووية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض التسييس وترفض تحويل الوكالة الدولية إلى أداة سياسية بيد الدول الكبرى لا سيما الولايات المتحدة. والزيارة الأخيرة لجروسي تأتي باتجاه ممارسة المزيد من هذه الضغوط، ومنها إعادة تطبيق البروتوكول الإضافي الذي علقته طهران على خلفية الانتهاك الأمريكي للاتفاق النووي، وكذلك رفضت نصب أو تركيب المزيد من الكاميرات في بعض منشآتها النووية التي تعرضت إلى التخريب، وكذلك انتقدت الوكالة الدولية لأنها لم تدن ولم تندد بعملية التخريب التي طالت منشأة أو منشأتين نوويتين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه المآخذ والموارد التي تؤكد عليها طهران، ومن جهة أخرى الوكالة الدولية تحاول أن تستقصي وأن تستكشف لممارسة المزيد من الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية عشية المفاوضات النووية. طيب، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، محادثات في إيران اليوم، ما الذي سيقدمه على سبيل إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني؟ بالنسبة إلى المدير العام للوكالة الدولية عليه أن يهتم وأن يركز جهوده على تطبيق إيران لحضورها ولعضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي. هذه هي مسؤوليته الأولى فقط، وليس من حقه مد اليد إلى شؤون الاتفاق النووي الذي يرتبط بعدة أطراف دولية وقد تعرض إلى الانتهاك والانسحاب من قبل الولايات المتحدة، وكذلك البلدان الغربية أو الترويكا الأوروبية التي رفضت تطبيق بنود الاتفاق أيضا هي في الحقيقة تتجه في ذات المسار الأمريكي. إذن على غروسي أن لا يتدخل بشؤون الاتفاق، وعليه أن يقصر جهود على تطبيق معاهدة الضمان والسلامة النووية التي وقعتها إيران ضمن عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي فقط، ولا سيما وأن إيران من البلدان الرئيسية الموقعة على هذه المعاهدة. نعم، الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور أحمد مهدي، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. أهلا ومرحبا، شكرا على الاستضافة. قال المكتب الصحفي للأسطول السابع الأمريكي إن المدمر الأمريكي يو إس إس ميليوس
مرت اليوم عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين الصين القارية وجزيرة تايوان. وأضاف المكتب الصحفي في بيان له أن ذلك تم في المياه الدولية وفقاً لمعايير القانون الدولي. وأكد الأسطول السابع أن الجيش الأمريكي سيواصل الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك. ووفقاً للمراقبين، ازدادت في الأشهر الأخيرة وتيرة ظهور السفن الأمريكية في المضيق المذكور. أفاد مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جانس كاستاكس الاثنين أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا. وقال المكتب إن أنشطته ستعدل في الأيام المقبلة. وكان المدير العام للمستشفيات المساعدة العامة في باريس مارتن هيرش أعلن الاثنين أن عدد المرضى المصابين بكوفيد-19 في أقسام الرعاية المركزة في البلاد مستقرة نسبياً. في الاقتصاد، يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعلان عن الشروع في استخدام النفط الاحتياطي الاستراتيجي لرابع مرة في تاريخ بلاده. الخطوة التي تتضمن الإفراج عن أكثر من 35 مليون برميل في الخام تدريجياً ستتم بالتنسيق مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية دون الصين. تصاعد نبرة المسؤولين في الاقتصادات الكبرى حول العالم بشأن السحب من احتياطاتها الاستراتيجية النفطية بعد أن عجزت عن الضغط على منظمة أوبك وحلفائها في الدفع بمزيد من المعروض النفطي. وساهم ترسيم بايدن اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي في دفع أسعار الخام إلى التراجع خلال الأيام الأخيرة وسط ترقب وحذر في السوق لمدى إمكانية تنفيذ الخطوة على أرض الواقع، غير أن ثمة هواجس أن يتحول التلويح إلى فخ تذهب إليه الاقتصادات الكبرى بنفسها وفق محللين، وستدفع ثمنه نظير تحاشي غضب مواطنيها من زيادات الأسعار. فلجوء واشنطن إلى الاحتياطي الاستراتيجي ينطوي على مخاطر رغم تخفيفه صدمة الأسعار، إلا أن تأثيره قد يكون ضئيلا بالنظر إلى الكميات المتاحة أمام إدارة بايدن لاستغلالها في تنفيذ خطوته مقدرة ب60 مليون برميل كحد أقصى. فرغم تراجع أسعار الخام عالمياً خلال الأيام الأخيرة تحت ضغط ارتفاع الدولار، فضلاً عن المخاوف من عودة دول أوروبية إلى الإغلاق العام، إلا أن أسعار النفط عاودت الارتفاع وسط توقعات من كبرى بنوك الاستثمار في العالم بتخطيها $100 للبرميل العام المقبل. وتبدو الدول الأخرى على رأسها اليابان والصين حاذرة أيضاً في إقدام على السحب من احتياطاتها النفطية رغم نبرة التصريحات المندفعة نحو تجسيدها. وهنا تعكف اليابان بعد رفض هندي مطلق لدراسة شروط وظروف للتغلب على القيود المفروضة على السحب من احتياطاتها الوطنية من الخام. ويبدو أن الضغوط المتبادلة بين أوبك بلس والدول الكبرى المستوردة للنفط لن تهدأ قريبا بالتزامن مع تمسك تحالف المنتجين بضبط الإمدادات لصد تكهنات تخمة المعروض التي أحدثها النفط والصخر الأمريكي وضغوط واشنطن خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لخفض الأسعار فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد الذي جرفت الأسعار إلى الهاوية في العام الماضي. أعلنت مجموعة سوناتراك الجزائرية عن نيتها استئناف أنشطتها في الاستكشاف والإنتاج في ليبيا قريباً. بيان عن المجمع ذكر أن وفداً من إطاراتها السامية شارك في فعاليات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد التي تحتضنها العاصمة طرابلس يومي 22 و23 من الشهر الجاري. تظاهرة شكلت وفق المصدر ذاته فرصة